بعد شهر ونصف شهر على اندلاع الحريق في أهراءات مرفأ بيروت وبعد الانهيار الكامل لجزئها الشمالي، بدأ فوج الإطفاء خطة لوجستية لإطفاء النيران في الجزء الجنوبي المتبقي، خطة ينظر إليها أهالي ضحايا تفجير المرفأ بحذر شديد. هلأ نحن مش واثقين فيهم أصلاً، بالأساس نحن ما عندنا ثقة فيهم. هلأ الحكي اللي صار إنه لا نحن باقيين عليهم. اليوم أنا بقرأ بيان طلع من نعيب المهندسين بالشمال إنه لا لازم ينشالوا وينحط محلهم نصب تذكاري. نحن ما بدنا نصب تذكاري، نحن ما بدنا، نحن بدنا هيدا الشاهد الحي الصامت يلي عم تقولوا عنه هو يخبر شو صار وشو عملتوا فينا بأربعة آب. يعتقد الأهالي أن السلطة تسببت بانهيار الجزء الشمالي من الأهراءات، وهم يترقبون خطواتها المقبلة للتأكد من نواياها بالنسبة للجزء الجنوبي. بعد أكثر من سنتين على جريمة مرفأ بيروت، تبقى معارك أهالي الضحايا مع السلطة مفتوحة. فملف الأهراءات جزء من هذه المعارك التي تتمحور في جزء آخر منها على مواجهة تغييب نتائج التحقيق. يعطي الأهالي مهلة 3 أشهر لاستئناف التحقيق المحلي المتوقف منذ 9 أشهر قبل تفعيل المطالبة بتحقيق دولي يمهدون له بالعريضة التي أطلقوها لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية. بخصوص دعم الأمم المتحدة ما عطونا وعود أكيد، بس هن قالوا لنا أنه رح يعملوا كل اللي بيقدروا عليه لحتى يوصلوا هيدي القضية، لحتى تطلع القرار من قلب الأمم من كل الأعضاء المشتركين بالأمم المتحدة أنه يطلب بلجنة تقصي حقائق دولية لدعم التحقيق اللبناني. كان الأهالي قد تقدموا ببلاغ ضد 27 مسؤولاً أهملوا ملف النترات، ولكن البلاغ لم يلقى اهتماماً حتى الآن، ما يعكس صعوبة بلوغ هدف الأهالي المصرين على الاستمرار وعدم الاستسلام لواقع مرفوض. كلوديا أبي حنا، قناة الغد، بيروت.